رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله يا رب يكون رمضان هذا خير عليكم وعلينا، ويكون هذا رمضان فيه اماني واشياء يعني تغير لنا حياتنا 180 درجة. اليوم بيكون اول يوم في رمضان يا جماعة الخير، وانا كتير 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 مبسوطة انه اخيرا اجى رمضان. يعني هو الشهر اللي احنا بنقدر نكفر عن ذنوبنا كليتها ونعمل كل اشي ممكن يصلح من حالنا، فلهيك بحب رمضان. نعم تعال. كل عام انتو بألف خير. اعطيهم حب، اعطيهم حب. لا هيك هيك. I love you. تمام. ماما صايم انت ولا مش صايم؟ لو انه اول يوم في رمضان فلازم نلبس ونكشخ يا جماعة، ونلبس العبايات تبعونا اللي اشتريناها. كتير 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 حبيت شكلي فيها، حتى اللون كتير بجنن. I like it. فاكتبوا لي بالكومنتات رايكم تحت شو رايكم فيها. المهم بما انه اول يوم برمضان، فاليوم بدي افرجيكم اول روتين لإلي انا وإيلان في دبي لحالنا. وبتعرفوا يعني الغربة ورمضان مع بعض ما بيزبطوا، لازم يكون الجو عائلي. يعني اذا ما كنا احنا عايشين بين اهلنا وما كنا يعني متجمعين بالفطور، ما كنا متجمعين بعد الفطور وهاي القصص، فللأسف الشديد بعرف كتير منيح انه هذه شغلة مو منيحة. بس انه الحلو انه انا وإيلان دايما بنعمل جونا الخاص فينا، صح؟ شو رأيك برمضان؟ رمضان كريم. يلا اقرأ لهم سورة هذا. قل هو، قل هو، لا وانت ساكت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، كل له أحد، لم يلد ولم يولد. الله الصمد. أيها أيها الصمد، لم يلد ولم يولد، كفوا أحد. ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. عيدها. ولم يكن له ولم، احكيها. ولم يكن كفوا. طبعا انا رتبت البيت وعملت الديكور وكل اشي، بس الفيديو ما فيه افرجيكم اياه هلا لانه في كم شغله لازم اخلصها، فقلت لازم افرجيكم اياه يعني بعد هذا الفيديو ان شاء الله. المهم اليوم شو حنعمل؟ قلب قلبك انت اموت فيك. حنعمل اكثر من شغله. اليوم حنطبخ مع بعض وراح نصلي مع بعض. ياي. وهون في هدول الظروف لانه انا عم حاول اعلم إيلان ستيكر؟ لا مو ستيكر، ظرف. ظرف؟ اه. عم حاول اعلم إيلان على السيم، بتعرفوا صغير وكذا، بس انه يعني اوكي بنحاول. فبدي احط في هدول الشغلات مفاجآت نعملها مع بعض لإيلان. وهلا لازم نروح على السوبر ماركت ونشتري الاشياء اللي ناقصانا في البيت. راح اطبخ اليوم اول طبخه مقلوبه. ير جوي عالي، حتى لو ما في اشي يبسطني ببسط حالي، بخلق الاشي اللي يبسطني. انا بني ادمه ما بفرق معها اي حدا، وما بفرق معها الناس، ولا بفرق معها كلام العالم، ولا اي اشي، بس بحب انبسط وابسط إلها. ما احلى اللبس عن جد، كثير 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 انا بعشق هذا اللبس يا جماعه، ولفة الحجاب تبعتي كثير هادية ورايقة. يلبيني اسكوني بالحجاب. ماما حلوة، ماما حلوة بالحجاب. ما تضلك تنطنط. اسمعوا شوفوا، انا حطيت هدول الوردات على المراية، بس مش متأكدة كم من مرة مسحنا المراية. المهم جاهزين احنا؟ يلا ليتس جو. هذا قلب. ايش ابن؟ بيخص صار واوا. من شو؟ من زاكي. ما انا قلت لك ما تاكل زاكي، بس انت ما تسمع الكلام. وصلنا السوبر ماركت هلا. يلا ياي. بدي امسك كمان. ليه تمسكها؟ التمست المره منه. يلا تعال. هلا شو بدنا نشتري؟ رمضان. رمضان.
حنشتري كولا. انا بعطيك وانت ارمي ورا، اوكي؟ ارمي ورا ورا. طحين، سميد، سكر، حليب، بودرة. بدي رمضان. سميد بدي رمضان. بدك رمضان؟ ما احنا في رمضان. بدنا لا بيكنج باودر، هذا فانيلا. كربونات الصودا حكالي هون بس ما عرفت الاقي. هاي بيكنج باودر، يلا حطها. بعدين شو بدنا؟ ماما بدنا حليب وجوس لإيلان. انو جوس بدك؟ باينابل جوس. باينابل جوس. واو والله انك بطل. اوكي اوكي، بروح على السوبر ماركت عشان اشتري اشياء للبيت، بلاقي حالي بشتري اشياء لإيلان. رمضان رمضان كريم. بدنا ناخذ من هون رز، الرز اللي عندي هو بسمتي، فبدنا رز ثاني. بدنا الرز هذا اعتقد، لا مو هذا. اوكي حناخذ هذا الرز سان وايت. هذا الزيت، يلا لبن، واحد حمص، يلا ليتس جو ليتس جو. بدك إيلان ستروبري؟ إيلان ستروبري يا إيلان ستروبري. اوكي هون شو بدنا؟ بدي زي هاد. إيلان خلص إيلان. اخ الله يجيبك يا طولة الروح. يلا بدنا ناخذ هون زيتون، نجيب العلب بس. طلعوا إيلان شو عم تعمل؟ عم ياكل زيتون. بدنا اشياء للبيت رمضان مثل هيك اشياء. هذا لإلي انا، هو حتاخذ هذا كله بحرق. والله كله بحرق. واحد بلو، اوكي، واحد جرين، هذا ريد بحرق، وواحد يلو. يلا اوه ماي جاد، خلوني بس اوصل البيت احكي لكم شو صار. شو هاي؟ بس اروح البيت بحكي لك. اوكي حناخذ مكدوس. طيب شكل المخللات كثير بشهي. هاي لعيني؟ مامي اكله كله. يلا على الخضرة على الخضرة. اكله كله؟ لا مو كله. ولا اثنين ثلاثة. اثنين بس. سلولي سلولي بنعمل. يلا بسم الله. بسم الله. ما بعرف شو هاي، حدا يقولنا شو هاي. صرت يا جماعة، فبدي أبلش بالطبخة لأنه ما فيه إلا ساعة، وأنا بعرف إن طبخاتي بتنتهي على السريع. بس خلوني أقول لكم أنا ليش ضحكت وأنا هناك. أنا عاد عم بختار الزيتون ونوع الزيتون اللي بدي إياه، وناسي انه الدنيا رمضان، ناسي انه انا في رمضان والمفروض ما اكل، وعم باكل في الزيتون قدام العالم. وحده مرقت عني هيك على السريع، بدها شكلها بدها تحكي لي، والله حاسه انها كانت بدها تحكي لي، وانا صفنت فيها انه هي شو عم تعمل. بعد شو تذكرت انه انا عم باكل وقدام العالم. انتوا متخيلين كمية الاحراج اللي انحطيت فيها؟ السوبر ماركت مليان مليان شباب وزلام وعالم مليان، وانا عم باكل زيتون وبختار من كل واحد. يا الله هلا شو بفكروا؟ اكيد بفكروا الاشي الثاني. اللي بيفهم بالموضوع بيعرف انه انا كنت هذا كنت ناسية. هلا بدي احط الدجاج على النار، وراح احط بهارات المقلوبة، ورق غار، عود قرفة، و هذا الحكي انا ما بعرف شو اسمه بس راح احطه. انا بعرف انه امي بتحطه اليوم. يا ايلان اليوم
بدي اعمل لك طبخه كثير بتجنن. واشتريت كمان ورق دوالي لانه بحب الورق دوالي، لما شفته فريش قلت لا ما في مجال لازم اشتري. I
اوكي زي ما انتو شايفين هلا عندي هدول، زي ما انتو شايفين هلا هدول بدي اسوي منهم لإيلان الهدايا. كل كارت هاحط جواه، شوفوا شو كيوت، هاحط جواه. طب كيف هذا تعلق تعليق؟ ما هذا هيك، اها هيك، اوكي هيك هيك. صراحة كتير متحمسة للفكرة، علشان يعني بتعرف الولاد الصغار كيف. فهون أول ورقة حأكتب عليها مثلا إذا صام أول يوم هاي إيلان سدان. اوكي اقعد هون. واو 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 اسمع رمضاني رمضانك. اسمع اقعد هون. طلع كل يوم بتصوم فيه ساعتين، كل يوم بتصوم فيه بتلاقي هدية جواها. أول هدية هون نكتب تيدي بير، تيدي بير يصوم كل يوم ساعة. أوكي فهاي أول هدية بنحط في جواتها إيش؟ تيدي بير. كل يوم تاخد واحدة منسكرها، بس بالأول لازم إلان شو؟ لا لازم إلان شو؟ فكر. لا لازم إلان شو؟ يصوم ساعة. هاي أول واحدة جواتها إيش؟ هدية، هدية تيدي بير. الثانية بدنا نحط جواتها إيش؟ كوكي. لازم عشان إلان ياكل هذا الكوكي شو يعمل؟ تيدي بير. أنا بقول لك شو بدنا نعمل. sit down. sit down. اوكي هذه كمان وحده تيدي بير بنسكر عليها، هحطه هون. كل يوم يسمع كلامي ويصوم ساعه ياخذ وحده. اوكي اوكي وحده خلصنا الكوكي، واخر وحده لعبه. ما هو انت لازم تسمع كلامي عشان تاخذ وحده. ما زعت كانها ايه ما زعت. روح حط هذا تكه بالزباله لانه انكب عليه كوكي، وانا لازم اتك حالي لانه انكب علي كوكي. بعد ما عبيتهم بزاويه بدي احط، بعد ما عبيتهم بزاويه، بعد ما عبيتهم كليتهم هون. انا ما عملت لكل الشهر، عملت بس لكم يوم. بدي اجرب إيلان، بدي اجربه شوف هاي الشاطر حيكون لا، واحطهم في مكان مبين واضح علشان ايش؟ اعوده انه الصبر تمام. انا عارف ان هذا موضوع صعب علي وعلى إيلان كمان، بس بدي اجرب. المهم هون بدي احطهم، حبيت احطهم بهاي الزاويه، يعني ما عرفت كيف بدي احطهم الا هيك. هلا انا سويت لإيلان شجره هون، بس إيلان شو لازم؟ لازم كل ما يسمع كلام الماما بياخذ وحده بس. وهدول جواتهم هدايا. اوكي اليوم اذا بتسمع كلامي لا تخربها يا ماما، خليهم واقفات. اليوم اذا بتسمع كلامي بتاخذ وحده. اوكي العابي والعاب، ما هي في كل واحدة فيها اشي، في اشي زاكي، في اشي العاب، في اشي بس بدي زاكي. انت بتختار لما انا اقول لك إيلان خذ واحدة، حيضلوا هيك وإيلان دون تاتش تمام؟ اوكي يا جماعة لهون بدي انهي معاكم الفيديو. عن جد حسيت رمضان، يعني حسيت اول رمضان كتير هيك حلو واستمتعنا فيه وسويت فيه كتير شغلات، حسيته اليوم كتير مليان قصص. فلهون بدي انهي معاكم الفيديو، واذا انتم بتحبوني ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة. شو هاد؟ ما تنسوا انكم تفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناه وتكونوا من اس اي فاميلي. بحبكم كثير ورمضان كريم علينا وعليكم. باي باي.